كيف بيعمل هيك جاهدة؟ أنا كمان ما فهمت يا توليب. قولي لي شو صار معكم؟ تخانقتي أنت وياه؟ لا جاهدة، نيناتنا منعرف منيح أنه سفرته ما لها علاقة فيني بنوب. أنت برأيك البنت هي السبب مو هيك؟ المضروبة تكتب كتابها من هون وعمر بيقدم استقالته وبيسافر على أمريكا، شو هالصدفة؟ ما شاء الله ما شاء الله، انتو كتير لابقين لبعضكم، روحوا الله يسعدكم ويوفقكم عطول. شكرا خالتي. صحيح عمر بيك، بلا ما نروح مع بعض، يعني بلا ما يشوفنا بابا وتوليب خانه مو تصير مشكلة، وانا ما بدي حدا يعرف هلا بموضوعنا. موافق مدام انت بدك اياه يبقى سر، بس لبقتي قولي لي بيك كل دقيقة. تمام، يعني الشغلة بدها شوية وقت، طبيعي لساتني اخدي على الكلمة، لهيك بدي شوية وقت. ما رح يكون صعب علي كتير انه يمرق هذا النهار وما اشوفك وانت بعيدة عني كم خطوة. وعلي كمان. بكرة بشوفك جوري؟ بشوفك، بس انا بخبرك، يعني مثل ما بتعرف هلأ وضعي بالبيت مكركب ولازم احكي مع ابي باللي صار. تمام، اللي بدك يا. بتشكرك عمر. جوري روحي بسرعة وإلا رح اروح معك. خير جوري، شو تجوزتي ورجعتي؟ كنت رايحة لعندكن على البيت اسأل عنك. ليش شو صاير؟ جهاد مو منيح، من الظهر ما نوع عم يتحرك، وتوليب خانم بدها تشوفك. اللي صار بهالفترة الأخيرة هي ضايقوا للأفندي. أخ وينه صاحب العقل الكبير الواعي عمر؟ أمي خلاص لو سمحتي بلا ما نتخانق. لا لا ما بدنا نتخانق يا روحي، كل القصة أني عم حاول أفهم شو في. كنت رح تسافر لآخر الدنيا بدون ما تقلي لوين أو حتى تخبرني. عمر لهالدرجة ما عاد احترمت أمك؟ أمي الحلوة شوفي ليكني أنا هون قدامك، لا تكبري يا مشاني. إذا بترجع بتعيدها شوف شو رح أعمل فيك وقتها. طيب ما رح أعيدها. عمر لحظة، توليب من شوي مرقت وكانت مصدومة، ولما شفتها زعلانة ومقهورة ساعتها اتضايقت منك كتير يا عمر. أمي خلاص رح أعمل دوش وروح لعندها فورا. ماشي. بهالأوضة هي قلت لك رح ازعل منك اذا طلعت بالطيارة وتركتني. وقتا ما تركت لي فرصة احكي. تتذكر ما هيك؟ انا ما كان بدي اياكي تزعلي مني. زعلت وخلص عمر،
بس ليش؟ اوعك لا تقولها. انا صادق كثير باللي كتبته بالرساله. انت انسانه رائعه وعن جد غالي على قلبي كمان، بس توليب شكرا كثير، بس طريقه اظهارك لهالغلاوه غريبه. انت بتعرفي انه سفرتي بتخصني الي وبس، ما هيك؟ ليك انت هون بالذات غلطان كثير، لانه سفرتك بتخصني انا وجهاد كمان، مو بس بتخصك لحالك. جهاد كمان؟ ايه نحن الاثنين. انت نسيان وصية بابا، مو متذكرة طبعا. عن جد مو فهمان عن شو عم تحكي توليب. لانه حسب وصية بابا اذا رفضت منصب كبير الاطباء او اذا تركت هالمنصب لاي سبب قسري خاص، انا وجهاد بنخسر ميراثنا بالمشفى وبيروح للجمعيات الخيرية. ايه رح نخسر ميراثنا انا وياه. يعني اللي عملته مو بس بخصك لحالك وبخصنا كمان. طلع هذا الشيء اللي بهمك من كل شيء صار يا توليب؟ استقالتك لهلا ما توقعت، متأكدة رح ترجع تفكر. ذكرى بابا هي اللي ربطتك بهالمكان، بلكي شعورك بالوفاء تجاهه بيساعدك. خير ان شاء الله. عمار شو مناسبة هالعشاء؟ يعني لازم يكون في مناسبة حتى نتعشى سوا؟ لا يعني بس كتراني مفاجآتك اليوم. الصبح كنت رح تترك البلد وهلا طالعين كل العيلة نتعشى مع بعضنا. عمي خير؟ قلي شو قصة هالعشاء؟ انا ما عم بفهم ليش كلياتكم مستغربين هالقد. ايمتى اخر مرة طلعنا تعشينا فيها مع بعض؟ شكله حديثكم انت وتوليب كان منيح كتير صح؟ ماشي الحال، بدي ارجع داوم بالمشفى. ما حكيتوا غير بهالموضوع؟ أهلين ميسون. شو ما بدك تروحي معنا؟ لا هو ليش أنا بدي روح معكم؟ والله ما فيني. روحوا أنتوا عمر، أنا بملو ما بحب ضايق حدا. شو هالحكي هاد؟ مين قالك بتضايقينا؟ بزعل منك ها؟ بدنا نتعشى كلياتنا سوا. يلا البسي يلا يلا. تمام يلا رح روح البس. ايه صحتين وهنا على قلبكم. ايه حبيبي عمر، وانا مو قدراني روح كمان لانه الشقيقة موتتني ولازم اتسطح وارتاح بالاذن. عمي شكله التغى العشاء اليوم. شو عليه منطلع لحالنا انا وانت وامك؟ هلا انا ما بعرف شو هي قصتك، بس لا تخاف انا معك. اي والله غيرت لنا الجو بالبيت. وين رح نروح؟ وين ما بدك. انت صاير معك شي يا بنت؟ خير ان شاء الله. شو بده يصير معي؟ انا مثل ما انا. شو بيعرفني؟ إلك أكتر من ساعة قدام المراية عم بتغيري. صحي اليوم رايحة أشوف شغل. يي شو الشغل؟